بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره يوليو المجيده عرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بمفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في جميع المجالات